الدينامو بتاعنا بصراحة اللي قايم بمجهود كبير جدا. أمير هشام أهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أخبارك؟ يطمننا عليك يا أمير، إحنا قلقانين عليك. لا أنا كله تمام يا كابتن ميدو، بصراحة الأجواء هنا كويسة جدا، الأمور ماشية كمان كويس، المناخ جيد، كل بصراحة أجواء المعسكر مهمة ومناسبة جدا جدا للفريق بشكل عام وللدعبة. خليني أطمنك على استعدادات النادي الأهلي يلا في المعسكر ده ويومياته، أكيد في كرواتيا النهارده النادي الأهلي مرانه كان على فترة واحدة فقط لسه منتهي حالا، يعني تمام. حتى أنا بكلمك دلوقتي بيعملوا الإطالات الأخيرة مع نهاية المران. المران كان ابتدى في تمام الساعة 6، كان من المفترض إن هو يكون الساعة 5، لكن مستر باتريس بيرتيرون فضل إن المران يتأخر ساعة علشان العديد الدوليين اللي انضموا النهارده لمعسكر النادي الأهلي ياخدوا قسط أكبر من الراحة. هايل، تقريبا وصلوا حوالي الساعة 1:30 أو الساعة 2، فبالتالي انضموا النهارده للتدريبات بشكل طبيعي جدا وشاركوا في التدريبات بالكامل، يعني التدريبات الجماعية بالكامل شاركوا فيها بشكل طبيعي، سواء هاي كان شريف إكرامي ومحمد الشناوي مع طبعا كابتن مصطفى كمال مدرب حراس مرمى النادي الأهلي شاركوا بشكل طبيعي، وأيضا كل من أيمن أشرف وأحمد فتحي وسعد سمير أيضا بيشاركوا بشكل جيد في التدريبات. يعني تمام. النقاب عن التدريبات النهارده بجانب المصابين وليد أزارو، وليد أزارو ما عندوش أي مشكلة طبية وما فيش أي حاجة خالص، لكن يعني النهارده ما شاركش في التدريبات واكتفى بالتدريبات المنفرده، ممكن كان نوع من انواع الاجهاد او وجهه نظر فنيه من قبل مستر باتريس كارتيرون، لكن ده بالنسبه لوليد ازارو. بجانب كل من احمد الشيخ وباسم علي اللي بيواصلوا تدريباتهم العلاجيه والتاهيليه عشان ان شاء الله يلحقوا في اسرع وقت ينضموا للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. النهارده المران ما كانش قوي قوي من الناحيه البدنيه، كان عباره عن تراي ماتش، وخصوصا ان بكره في مباراه وديه بالنسبه بالظبط للفريق، كان بعض بالظبط. الجوانب البدنيه الخفيفه مع بدايه المران، بعد كده دخلوا في التقسيم على طول كله شارك فيها بشكل جيد جدا، وضح الحماس والتركيز والجديه الجديه كامله بالنسبه للاعبين النادي الاهلي في المران النهارده، وكله يا كابتن ميدو يعني كله بصراحه مركز، كله عايز يعمل حاجه، كله عايز يشارك مع النادي الاهلي يبقى ليه بصمه خلال الفتره المهمه المقبله، وطبعا زي ما احنا عارفين اول مباراتين في الموسم مباراتين مهمين ومصيريين في مشوار النادي الاهلي الافريقي، سواء يوم 17 امام تاونشيب ومباراه العوده ان شاء الله مباراه الجوله الرابعه امام فريق تاونشيب ايضا في بوتسوانا، فاكيد نتمنى كل التوفيق في المرحله الهامه الحاليه يا كابتن. يعني أمير قول لي التمرين كان شكله إزاي؟ كانت التقسيمات إزاي؟ كان في جداية من اللاعبين؟ كان في حاسين بأن هي تقسيمة فعلا عشان أهم 11 يمثلوا الفريق بكرة أمام البطل السلوفيني أو فريق النادي الدوري السلوفيني أولمبيا؟ قول لي شكل التمرين، انطباعك أنت عن التمرين، أداء اللعيبة، حماسهم، عيش الجماهير يعني بتاعتنا في التمرين. طبعا احنا متعودين نعيش جمهور النادي الاهلي في كل الاجواء الخاصه بالفريق بشكل عام في اي مكان بنتواجد فيه، فريق النادي الاهلي دايما احنا كقناه النادي الاهلي دايما بنغطي كل تمام. ما يخص النادي بشكل عام، فخليني اقول لك ان التدريب بالنسبه للفريق كان جدي وحماسي جدا وتركيز كبير جدا من كل اللاعبين. خليني اقول لك يا كابتن ميدو ان احنا عندنا مدير فني جديد مستر باتشستر، هو جهاز فني بالكامل جديد، فكل اللعيبه عندها امال كبيره في ان هي تشارك في او تثبت جدارتها مع البدايه وبعد كده تشارك بشكل اساسي مع الفريق، عشان كده او من هنا جاي الحماس الكبير عند اللاعبين. لو مدير فني مثلا من السنه اللي فاتت او حاجه هو معتمد مثلا على تشكيل معين بالظبط او على بالظبط سيستم معين، لكن ده اللي مدي امان لكل اللعيبه ان هم يشاركوا او ان هم يثبتوا وجودهم ويكونوا متواجدين في التشكيل الاساسي للفتره الجايه بالنسبه للنادي الاهلي. من هنا جاي التركيز، من هنا جاي الجديه بالنسبه للاعبين، الكل بيامل في المساهمه مع النادي الاهلي وصنع تاريخ بالنسبه له مع فريق كبير وعريق زي النادي الاهلي في مختلف البطولات اللي هيشارك فيها، وخصوصا اول بطوله هي بطوله دوري ابطال افريقيا، رغم البدايه الصعبه شويه لكن انا يعني لمست من اللاعبين حماسهم الشديد، شايفين ان البدايه دي حصلت قبل كده للنادي الاهلي في 2013 وقدروا ان هم يعوضوا ويفوزوا بالبطوله كمان، كان في تواجد كابتن محمد يوسف مدير فني في هذا التوقيت، فهم متفائلين جدا بالمرحله الجايه تعديل بشكل كبير جدا، المباريات الوديه كمان هتخليهم يفهموا الفكر اللي عايز يلعب بيه مستر باتريس كيرون، سواء مباراه الغد امام فريق اولمبيا، المباراه بتاعت يوم 9 ايضا في سلوفينيا مع احد الفرق الروسيه، وايضا في مباراه وديه اخرى مع عوده الفريق للقاهره. خليني اقول لك ايضا ان بكره هينضم لمعسكر النادي الاهلي علي معلول اللاعب الدولي تمام هو هيكون متواجد، هيوصل
لمقر معسكر النادي الاهلي يعني الساعه 1:30 او الساعه 2 ظهرا. مش هيشارك طبعا في المباراه ولا هو ولا اللاعبين الدوليين اللي كانوا متواجدين النهارده او اللي وصلوا النهارده، مش هيشاركوا في اول مباراه، لكن اللي وارد جدا ان هم طبعا يشاركوا في المباراه الثانيه. بالنسبه لمروان محسن فكمان مع الانبياء اعتقد خلاص الامور بالنسبه لهم موجودين مع حسين عبد الدايم هنا. اه بالظبط كده، مش هيكون التمرين خلاص مع عصر الاهلي كرواتيا بسبب التاشيرات واجراءات السفر، فبالتالي هم هيستنوا بعثه النادي الاهلي لما توصل القاهره عشان ينضموا للتدريبات الجماعيه بشكل صحيح. كل شيء ماشي بشكل كويس، الاجواء كويسه النهارده، يمكن درجات الحراره كانت مرتفعه شويه لكن مش الجو اللي يضايق يعني يا كابتن ميدو، يعني الامور عاديه خالص، يعني ممكن درجه الحراره تكون 29 30، الشمس قويه شويه لكن الامور عاديه جدا بالنسبه للاعبين، أدوا التدريبات بشكل جيد ومميز جدا يا كابتن. تمام يا امير، يعني قول لي برنامج الفريق حتى مباراه الغد. ما فيش طبعا خلاص بعد المران النهارده، هم خلاص دلوقتي بيركبوا حتى الاتوبيس بتاعهم هيرجعوا على فندق الاقامه، هيبقى عندهم العشاء بتاعهم، لسه هنشوف هل هيبقى في جلسه النهارده مع الاستاذ مانشستر تيرون او حاجه ان هو يشرح لهم بكره الشكل هنلعب بيه ازاي، يعني من المتوقع ان يكون في جلسه دي مع اللاعبين. ان شاء الله بكره هيكون الفريق هيتغدى الساعه 1 وهيتحرك على طول باوتوبيس هيوديه سلوفينيا لمده ساعتين، يعني من كرواتيا وسلوفينيا احنا على الحدود مع سلوفينيا، فالاوتوبيس هياخد التوقيت بالضبط حوالي ساعتين بالكثير، ان شاء الله يوصل مكان المباراه. الفريق هيأدي المباراه بتاعته هتكون تمام الساعه 3 مساء، ينتهي من المباراه وبعد كده يرجع مباشرة على كرواتيا وعلى مقر الإقامة الخاص اللي ده بالنسبة للمباراة الأولى غدا. المباراة الثانية يوم 9 إن شاء الله هتبقى أيضا في سلوفينيا، لكن تم تقديم موعد المباراة تمام الساعة 4. المباراة الجديدة هتخلص الفريق هيطلع من بره من على المطار على طول بالظبط كده، مش هنرجع على فندق في كرواتيا، احنا هنعدي طبعا على كرواتيا لكن مش هنروح على الفندق على طول، هنرجع على المطار او الفريق هيروح على المطار ويتجه على طول في تمام الساعة 11 مساء للقاهرة ان شاء الله، يعني يوصل بدر يوم 10 ان شاء الله باذن الله يا كابتن. اكيد. يعني باسم علي اخباره ايه؟ باسم علي عنده زي ما احنا عارفين يعني الام في اربطه الركبه، نفس الاصابه اللي كانت عنده من الفتره الاخيره. هو يمكن كان شارك في مران واحد حتى الان في هنا في كرواتيا، والالام جات له في المران الثاني المسائي في نفس اليوم، فبالتالي هو لحد دلوقتي بيعمل بعض التدريبات التاهيليه والعلاجيه بالنسبه له، بيحاول من خلالها ان هو يلحق يرجع في التدريبات هنا في كرواتيا، لكن انا شايف النهارده سواء هو او احمد الشيخ حالتهم في تحسن مستمر، يعني حالتهم بتتحسن وده شيء مهم جدا ومميز بالنسبه لهم، ونتمنى طبعا ان هم ينضموا للتدريبات في اسرع وقت يعني ان شاء الله. اكيد اكيد. انطباع الجهاز الفني عن تجدد الاصابه الرامي؟ ما فيش اصلا الخبر ده، فيش صريح بالبره يا كابتن ميدو، رامي ربيعه ما عندوش اي تجدد الاصابه، رامي ربيعه بيواصل التأهيل بتاعه والفترة العلاجية الخاصة بيه، كده كده كان متاخد إجراء إن رامي ربيع لازم هيروح ألمانيا عشان يتم الاطمئنان على حالته، لكن الكلام المتداول إن رامي ربيع عنده قطع تاني في العضلة الضمة، لا ده كلام غير صحيح بالمرة، وإحنا سألنا كابتن محمد يوسف قبل المران النهاردة قال لنا مفيش الكلام ده إطلاقا، رامي ربيع إن شاء الله على وشك العودة للنادي الأهلي والتدريبات مع النادي الأهلي، لكن لسه قدامه وقت بسيط جدا، لكن البعض يمكن قال عنده قطع تاني في العضلة الضمة وهيزيد 6 شهور، الكلام ده غير صحيح بالمرة، على لسان كابتن محمد يوسف قال لا رامي مفيش أي مشكلة عنده، ده إجراء طبيعي إن هو يسافر ألمانيا يتم الاطمئنان على حالته عشان إن شاء الله يدخل تدريجيا في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي في الفترة اللي هيحددها الطبيب الألماني لما يروح طبعا رامي ربيع هناك ويطمن على حالته، هيبان الفترة هتبقى بسيطة يعني مش فترة كبيرة، وإن شاء الله ينضم رامي ربيع لتدريباته أحد اللاعبين المهمين جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة للجهاز الفني اللي على دراية تامة بإمكانيات رامي ربيع سواء مستر فاتشستر تيرون أو كابتن محمد يوسف. يعني أمير شكرا جدا جدا على كل التوضيحات وكل التفصيلات أنت بتفصلها لنا دايما، وكل كبيرة وصغيرة بتقولها لنا في تدريب النادي الأهلي في معسكره إن شاء الله اللي هيبقى ناجح جدا. شكرا جدا أمير هشام مراسلنا